السلام عليكم. ده هشوف تاريخ اللوحة دي. تاريخ اللوحة دي يعني مين اللي اشتغل على اللوحة دي. فبتيجي هنا في البروجكت مانجر بتلاقي حاجة اسمها ديتيل، نبدأ نرفعها كده بالشكل دوت. هنلاقي هنا في التفصيل كل حاجة تمسكها، كل لوحة بيبدأ يجيب لي معلومات عنها، تمام، النمبر بتاعها، النيم بتاعها، المكان بتاعها، الكرييتور مين اللي عمل اللوحة ديت، آخر سيف كان إمتى، آخر تعديل كان مين اللي عدل، الديسكريبشن مين، وهكذا. وبعد كده بيعمل لي بريفيو، بيجيب لي صورة مصغرة للوحة، بدل ما افتحها وفي الآخر تطلع مش هي، لا أقدر أشوف إيه الحاجة اللي أنا محتاجها، تمام. وفي الآخر بلاقي عندي ورك هيستوري، ده بيقول لي مين أسامي الناس اللي كانت شغالة في المشروع، تمام، والاسمه إيه، يعني التاريخ، آخر سيف، واليوزر، والستاتس بتاعه، تمام. على سبيل المثال آخر واحد كان واحد اسمه عمر، والستاتس بتاعه بيبدأ بقى تشوف هل أنت لسه شغال فتبقى إن بروجريس، ولا ريفيور، ولا في ريفيجن، ولا خلاص خلصت فاينل، ولا أركايف، ولا أنت عايز تعمل مانج للحاجة دي. يعني تيجي هنا تقول له مثلا أنا عايز أعدل الريفيور دي، مثلا هغير اسمها أو هعمل حاجة جديدة. أنا خلصت مثلا، تمام، أوكي، تمام. بحيث تسهل على الشخص اللي يشتغل معاك يعرف أنت حببت إيه أو شغال في إيه.